السلام عليكم، معكم مادي كريز. في هذا المقطع راح اوريكم المكان اللي تقدر تحصله على مخططات لقطع وسب، ولانه في مكان البوس راح اوريكم كيف تحارب البوس هذا. اول حاجه راح تروحوا لكوكب جوبيتر وحتختاروا ذا روبولوليست. هنا في بوس، معلومه بس لازم تكونوا مخلصين المهمه حقت ذا وار وذين عشان تفتحوا الاوبريتور. على العموم في البدايه راح اشرحها بالطريقه التقليديه، يعني بدون اي اختصارات بدون اي شيء، وبعدها راح احول وابدا اتكلم عن الاختصارات واحسن وار فريم والى اخره. فراح تسافروا الى نهايه المكان، الى نهايه المهمه، لانه فعلا صراحه هو سفر. بعد ما توصلوا اذا كان معكم تيم حتنتظروهم، اذا لا حتدخلوا لحالكم وحتبداوا وحتكونوا في هذا المكان. حيجيكم ذروبلوليست اللي هو هذا البوس هذا، وبعدها حتلاقوا ثلاثة عواميد اللي هم هذيل الثلاثة، فيها زي بلازما كذا ومحمية بقزاز. حتنطوا حتحاولوا تعبروا المكان هذا بالنط النقز على الحبال، تحاولوا تتفادوا الكهرباء هذه. بعد ما توصلوا الأخير حاولوا تستخبوا وراها، لأنه حيزعل وحيبدأ يشوت عليكم، حيطلق على القزاز حيكسرها، حتطلعوا بالأوبريتر حتبدأوا تطلقوا عليه إلين ما الشيلد حقه ينتهي. بعدها حتنطوا عليه أو أقل شيء تقربوا وتسووا انتراكت في الثانية، يعني تضغطوا مربع. بعد ما تنقزوا عليه حيجي شوية أنيميشن كذا وحتقلبوا وتحاولوا تقودوا الشيء هذا إلى القزاز. بعدها حيجي أنيميشن تاني وحيرجعوكم في المكان الأساسي، المنصة الأساسية اللي بديتوا فيها الرئيسية. هنا تحاولوا انكم تدوروا على الكونسل اللي هو هذا الشيء هنا، اوكي؟ اذا ما تقعدوا جنبه اقل شيء تعرفوا مكانه. بعدها حتبداوا تدمجوا، حتدوروا على الليمز، الحاجات اللي طالعه من جسمه ومحميه بحديد. هنا بس سويت حركه عشان اهيل نفسي، هنا اوريكم هو. طيب كذا انا جاهز، شوفوا هذا الشيء، تحاولوا تطلقوا عليه والدامج يكون راديشن. المفروض الدامج يكون راديشن. كذا دمجته على طول تروحوا، لا تسووا زي انا انتظرت لانه كنت بشوف هل تفرق، يعني اذا تاخرت شويه، بس اذا تاخرت شويه ما في مشكله شكله. فتضغطوا عليه بوم، وكذا حتكونوا دمجتوه المره الاولى. حتكرروا الحاجه هذه مرتين تقريبا او ثلاثه، وبعدها حيكون حوريكم، خلونا نكمل في القطعة بس معلومة. طيب وقت اثناء النقز اذا تأشروا فوق تقدروا تتفادوا، اذا تأشروا فوق وقت النقز حتقدروا تتفادوا، او على الاقل شايفين حتكون سهلة لكم التنقل بين الحبال. طيب افضل وارفريم للاستخدام في هذا المكان انا اشوف انه ووكونغ او ووكونغ برايم، واحد منهم ما تفرق، لانه اللي هنحتاجها هي السكيل الثانية اللي هي الكلاود ووكر اللي يخليه يختفي ويطير وفي نفس الوقت يهيل نفسه، فهذه راح نحتاجها كثير. وانتم مسافرين اثناء السفر هذا من بداية المرحلة الى نهايتها الى حد وصولكم الى الوحش، حاولوا تجمعوا انرجي، ما حتحتاجوا كثير، يعني حاولوا تجمعوا انرجي افضل من انكم تستخدموا الانرجي ريستور. غير كذا السلاح، السلاح افضل شيء يكون عندكم الراديشن دامج اللي هي عبارة عن كهرباء، على ما اظن ايوه الكتريك وهيت اللي هو كهرباء وحرارة. البطايق هذه حاولوا تحطوها في السلاح. انا مستخدم لانكا، نفس نقاط ضعف التيرلست ادلون اللي في كوكب الارض، الوحش هذاك البوس اللي ما يجي الا في الليل. واحدة من الحاجات اللي مرة كويسة في ووكونغ انه ما يموت على طول، في عنده باسف، الباسف حقه انه اذا انتهى الهيلث وانتهى كل شيء ما يموت على طول، راح تيجي حاجة في الشاشة وراح ترجع لكم جزء من هيلثكم وما راح تطيحوا من اساس. هذه الحاجة تتكرر ثلاث مرات في خلال المهمة الواحدة، هذه برضو واحدة من الحاجات اللي مرة كويسة يعني ما يموت بسرعة. حنرجع نفس الشيء بس المرة هذه قلنا بالطريقة السريعة، حنكون هنا في المنصة هذه الثلاثة العواميد حنختار واحدة منها. انا راح ابدأ من هذا، شوفوا اول ما ابدأ
هسوي الكلاود ووكر بس حكون قريب من الحبال، لاني قريب من الحبال سوى تيليبورت البوس هذا وجاء عندي، فهستخبى ورا العمود حيسوي الحركة حقته حقة الليزر. بوم اوكي، هطلع بالاوبريتر هطلق عليه تات 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 اوكي، وبعدها هرجع لووكونج اوكي، وحطير له بالكلاود ووكر. لما اقرب منه اطلع من الكلاود ووكر واضغط مربع اسوي انتراكت، وحطلع فوقه وححاول اني اقوده واخليه يصدم في العمود. بالنسبة للأوبريتر، الليزر حق الأوبريتر اللي هو الأمب، أنصح أنكم ما تستخدموا الأساسية الأولى، حاولوا أنكم تطلعوا منها بأقرب وقت، لأنه صراحة الدامج مرة قليل، وتكلمت عنها في المقطع حق الأمبس، هخلي رابطها في التفاصيل. فزي ما قلنا، أول ما أرجع المكان هذا يا يعني إما أسوي رول أو أستخدم السكيل الثالث عشان ما أموت بسرعة، وبعدها احاول اني اعرف وين مكان الكونسل واطلق على الليمس هذه اوكي. بعد كذا اروح للكونسل واضغط مربع سوي انتراكت بوم. طيب وبعد كذا نروح للعمود الثاني، نفس الحاجة حتتغير معانا في المرة الثالثة، بس فالمرة الثانية نفس الشيء. خلونا برضو اذا اسوي كلاود ووكر حسويها قريب من الحبال، شوفوا سوى تليبورت ونقل الجهة هذه عشان يكهربني، فهستخبى ورا الشيء ذا لما يطلق بالليزر حقه ويكسر الحاجز. بوم فجرها، اطلع له بالاوبريتر واطلق عليه بالامب. الامب اللي عندي هي التير الثاني بس لا بأس، يعني احسن من الاساسي. وبعدها ما احتاج نسوي شيء لانه مرة قريب، فبس انقز واضغط مربع اوكي. نفس الحاجة، ايش بمعلق ولا اوكي، ننتظر الانيميشن شوية نرجع وبوم اوكي. طيب حنكرر نفس الحاجة، هنرجع حنسوي رول او لان حستخدم الحركة الثالثة اوكي. وين الكونسل؟ اوكي مسكني. الفائدة في هذه الحركة برضو انه بعد ما يفكني حيجيني ارمر مرة عالي، شوفوا مكتوب 1500، هذه اعلى حد بالنسبة لوكم، بس شيء مرة طيب هتيجي لي وللدابل جانجر. طيب نطلق عليها الدابل جانجر اللي هي السكيل الاول اللي يطلع نسخة تانية برضه هيستفيد من نفس الارمر اللي عندي. طيب حلو بوم خلصنا. الحين المرة الثالثة ما راح استخدم، راح استخدم الكلاود ووكر بس ما راح اكون قريب من الحبال عشان تشوفوا الفرق وتلعبوا الاسلوب اللي يليق بيكم. شايفين في مكانه لسه في المنصة، ما جاء ولا سوى اي حاجة، بس المشكلة عيبه يعني حيكون بعيد، فاستخبى ورا هذه اوكي كسرها. هطلع بالاوبريتر وحطلق عليه بوم اوكي. طيب بيحاول يطلق على الوار فريم مو عليه اوكي، شيء كويس. فحنسوي نفس الشيء، حنطير بالكلاود ووكر نروح فوقه، نرجع ونضغط مربع بوم صدعناه. المرة هذه ما في الليمز ما في اي شيء، فما يحتاج ان نركز على حاجة، نطلق عليه بسلاحنا العادي. وحاولوا انكم ما تركزوا على الانميز هذيل اللي حولكم، حاولوا انكم تطلقوا عليه وتقتلوه في اسرع وقت وتكونوا قريبين من الكونسل، لانه المرة هذه ما حيدوكم فرصة. فخلونا نوقف هنا ونطلق عليه بوم وعلى طول الكونسول اوكي. كذا خلصنا المهمة. اذا عندكم اي سؤال او اخطأت في حاجة اكتبوها في الكومنتس، تعالوا زوروني في الديسكورد، في ديسكورد خاص لارشادات باللغة العربية، حخليها كلها في التفاصيل تحت. كذا خلصنا المهمة، ان شاء الله اكون شرحت كل حاجة. انا مادي كريز وانتم ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. Peace.